أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التفسير لسورة الأنعام في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يقول الله: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. صم وبكم يعني فيهم صمم عن سماع الحق، سماع قبول، وبكم عن أن يقولوا الحق وينطقوا به. فإذا قيل لهم: أنتم مصدقون بهذا الوحي؟ ولو كانوا مصدقين في قلوبهم فإنهم لا ينطقون بذلك. وإذا سمعوا الآيات وجاءتهم النذر من عند الله عز وجل فإن ذلك لا يغير من واقعهم شيئا، لأنهم قد اطمأنوا أو قد أصروا على ألا يقبلوا الحق، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، أي في ظلمات الكفر والجهل، فهم يعيشون هذه الظلمة لا يخرجون منها ولا ينعمون بنور التوحيد والإيمان والتصديق والعمل الصالح. قال الله عز وجل: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. كل هذا الذي ترونه من هداية بعض الخلق وضلالهم إنما هو بمشيئة الله عز وجل. فمن يهده الله لا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل الهداية إلا من خالقها وربها، وأن يستعيذ بالله دائما وأبدا من الضلالة، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله أن يحفظنا في أول أعمالنا وآخرها حتى نلقى الله عز وجل ونحن على التوحيد والتسليم والطاعة والإيمان. قال الله عز وجل: قل أرأيتكم، عاد مرة أخرى إلى الحجج التي يقيمها ويحاج بها هؤلاء المشركين الذين كذبوا بالتوحيد وكذبوا باليوم الآخر وكذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حججه على هؤلاء المشركين أنه قال: قل أرأيتكم، أي أخبروني، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون؟ يعني لو جاءكم عذاب من عند الله أو جاءتكم الساعة، من هو الذي تدعونه؟ أهناك أحد غير الله تدعونه؟ قال: إن كنتم صادقين، لو كانوا صادقين لأجابوا بالإجابة التي لا جواب غيرها: لا ندعو إلا الله، ولا نلجأ عندما تنزل بنا الكرب وتلم بنا الملمات إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فإذا كنتم لا تدعون في حال الشدة وفي حال نزول العذاب إلا الله، فادعوه في حال الرخاء. قال الله عز وجل: بل إياه تدعون، أي تدعونه لا غيره، لا تدعون أحدا سواه، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه،
يعني يكشف الشيء الذي نزل بكم من البلاء والضر والعذاب، إن شاء علقها بالمشيئة، لأنه سبحانه وتعالى إذا دعاه عبده قد يستجيب له وقد لا يستجيب له، وخصوصا إذا كان من أهل الشرك فإنه قد يجاب إذا دعا وقد لا يجاب، وهم إذا دعوا في حال الضر قد يجيبهم الله وقد لا يجيبهم أصلا. ولذلك قال: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، علقه بالمشيئة. ثم قال: وتنسون ما تشركون، أي في تلك الحال لا تذكرون هبل ولا اللات ولا منات ولا العزة ولا غيرها من الأصنام التي كنتم تعتقدون فيها الألوهية، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني أرسلنا إلى الأمم المتقدمة فكذبوا فأخذهم الله بالبأساء والضراء، أخذهم الله بالفقر والأمراض والشدة، لعل ذلك يكون سببا لرجوعهم إليه وأوبتهم وتوبتهم وإنابتهم. وهذا من رحمة الله بعباده أن يؤدبهم بهذه النوازل وبهذه البواقع والدواهي، لعل العباد أن يرجعوا ويكتشفوا خطأ الطريق الذي سلكوه، طريق الضلال والتكذيب والكفر والإباء والاستكبار. قال: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، يعني عندما جاءهم البأس قست قلوبهم فلم تلن للإيمان، بل استمروا وأصروا على ما هم عليه من الكفران، نسأل الله العافية والسلامة. وأنا أقول لكم أحبائي وإخواني، أقول لكم إن في من يدعي الإسلام من هو أشد شركا من المشركين. هؤلاء المشركون كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وفي أهل الإسلام من إذا ركب الفلك وماج بهم الموج واشتدت عليهم الكرب لم يدعوا الله سبحانه وتعالى، بل دعوا من يعبدونهم من دون الله، من يطوفون بقبورهم، من يعظمونهم فيقولون: يا عباس، يا علي، يا حسن، يا حسين، يا بدوي، يا فلان، يطلبون منهم النجدة والنصر والغوث وينسون الله سبحانه وتعالى. والله هو الذي بيده الغوث، وهو الذي بيده النجاة، وهو الذي بيده كشف الضر ورفع الكرب وإزالة الغم، جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله عز وجل: ولكن قست قلوبهم. انظروا إلى هذا التعبير القرآني عندما يبين أن هذه القلوب أصبحت لا تخضع للحق مهما ذكرت ومهما وعظت ومهما جاءها من الآيات والنذر، فإنها استمرت وأصرت على شيء واحد، على هذا التكذيب وعلى هذا الشرك، ولذلك مهما جاءتها الآيات فإنها تبقى مشركة، كما قال الله عز وجل في سورة يونس: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي إن الآيات لا تزيدهم إلا والعياذ بالله ضلالا وارتكاسا في الشرك وغيا وبعدا عن الله وكفرا وإباء واستكبارا. قال الله عز وجل: وزين لهم الشيطان. انتبهوا لهذه العلة، هذا الشيطان يزين الباطل لبني إنسان، فهم يعلمون الباطل لكن الشيطان يأتي ويزخرفه ويزينه ويجمله في العيون وفي القلوب حتى يبدو بصورة غير الصورة التي هو عليها في الحقيقة. ولذلك من أعظم وسائل الشيطان في إضلال بني الإنسان التزيين، كما قال الله عز وجل في سورة النساء: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام
ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم. فالتزيين لون عظيم من ألوان أو من حبالات إبليس التي يكيد بها لبني آدم، يزين الباطل ويزخرفه، يجعله في صورة طيبة جميلة، وهو قبيح وهو خبيث وهو ضلال ممعن. تأملوا يا إخواني، عندما جاء إلى أبينا آدم ما قال له تعال كل من هذه الشجرة التي نهاك الله عنها، قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. سمى الشجرة التي نهى الله آدم أن يأكل منها شجرة الخلد. رأيتم كيف يزين الباطل ويقبحه، وفي الوقت ذاته يقبح الحق ويشينه في النفوس، فيسمي الاستمساك بالإسلام رجعية، ويسمي حجاب المرأة تخلفا وبداوة، ويسمي الخمر مشروبا روحيا، ويسمي الالتزام بالسنة يعني تشددا وتزمتا، إلى آخره من هذه الأسماء التي نسمعها من أتباع الشيطان في المجلات، في الصحف، في وسائل الإعلام. ولكن المؤمن إذا عرف الحق يخضع له ولا يبيع آخرته بشيء من الدنيا أو بشيء من الأمور العاجلة. قال الله عز وجل وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني بعدما نزلت بهم تلك المواعظ والنذر وتلك الشدائد من أجل أن يرجعوا ويتعظوا، ولم يتعظوا بل بقوا، عند ذلك تفتح لهم أبواب كل شيء من متاع الدنيا استدراجا لهم. فالله عز وجل يقلبهم بين هذه وهذه. قال فلما نسوا ما ذكروا به مما وعظناهم به من المواعظ السابقة المذكورة في الآية الماضية، فتحنا عليهم أبواب كل شيء من لذائذ الدنيا وطيباتها ومتعها الزائفة الزائلة. قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا واغتروا بهذا الذي جاءهم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير. إذن إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يعطي العبد ما يعطيه ويفتح عليه من النعم وهو مقيم على معصيته، فاعلم أن هذا الذي يفعله الله به هو الاستدراج الذي يكون من مكر الله بأولئك المعرضين المكذبين. قال الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي استؤصل دابرهم وقضي على آخرهم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، أي والحمد لله على هلاك أولئك الظالمين ونجاة المؤمنين. ومن هذه الآية أخذ بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يحمد عندما تنزل عقوبته بمن يستحق العقوبة. قال الله عز وجل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. هذه حجة جديدة على أولئك المشركين، هذه الأسماع والأبصار والقلوب، لو أن الله عز وجل لم يجعل فيها فائدة لكم بأن أخذ السمع أو أخذ الأبصار أو ختم على القلوب، من الذي يستطيع أن يرد هذه الأعضاء لتعمل عملها وتقوم بدورها؟ هل هي هذه الأصنام؟ هل هي هذه الآلهة المدعى؟ هل هي هذه القبور التي يلتجأ إليها ويستغاث بأصحابها وينادون من دون الله؟ كلا والله، ما هناك إلا الله يلتجئ العباد إليه في رد هذه النعم وإعادة هذه الأعضاء إلى ما كانت عليه. قال قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات، انظر كيف نلون لهم الحجج والبراهين والأدلة
ونبين لهم البيان المتنوع لعلهم يتعظون لعلهم يعتبرون. قال ثم هم يصدفون أي يعرضون فلا يلتفتون إلى آياتنا ولا يعتبرون بحججنا وبيناتنا. قال الله عز وجل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني لو جاءكم عذاب الله ليلا أو نهارا من هو الذي يهلك؟ لا يهلك إلا هؤلاء الظالمون، أما من آمن وصدق وطلب الحق وابتغاه ولما سمعه أذعن له فإن الله عز وجل لا يمكن أن يوقع عليه مثل ذلك، لأنه سبحانه وتعالى لا يوقع العقوبة إلا بمن يستحقها. قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هؤلاء الرسل الذين أرسلناهم إليكم وإلى الأمم التي قبلكم إنما أرسلناهم ببشارة ونذارة، بشارة لمن أطاع وصدق وآمن ونذارة لمن عصى وأعرض وكذب. قال الله عز وجل فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا إطماع لهم بأنهم إن آمنوا ولو كانوا قبل ذلك مشركين ولو كانوا مكذبين ولو كانوا معرضين ولو كانوا من المؤذين لرسول رب العالمين، من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب شركهم السابق وذنوبهم المتقدمة هل يؤاخذون بها؟ لا يؤاخذون بها، بل هي جميعا مما يغفره الله سبحانه وتعالى ويذهبه عنهم، بل إنه جل وعلا يضمن لهم أنهم لا يخافون فيما يستقبلون ولا يحزنون على شيء تقدمهم أو ذهب عنهم أو مضى من ما أوتوا من قبل في دنياهم. قال الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا، بعدما ذكر جزاء المؤمنين المصلحين ذكر عقوبة المكذبين، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب أي يصيبهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي بسبب الذي كانوا يفسقون أو بسبب فسقهم. فما هنا يمكن أن تكون مصدرية فيكون المعنى بسبب فسقهم، ويمكن أن تكون موصولة بسبب الذي كانوا يفسقون. وهذا يبين لنا يا إخواني أن القرآن عندما يذكر العقوبة على المعاقبين يبين سببها، لا يقول هؤلاء سيعذبون ويسكت فلا نعرف ما لماذا عذبوا ولماذا نزل بهم أو حل بهم هذا العذاب. قال الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس حقيقته، ليس إلها وليس بيده أن يجلب شيئا لم يوضع بيده، ولذلك قال لهم بكل وضوح وصراحة أنا عندما آمركم بالإيمان فليست بيدي خزائن الله فأعطيكم منها ما أشاء وأفعل لكم منها ما تريدون، خزائن الله بيد الله يعطي منها ما يشاء ويمنع منها من يشاء سبحانه وتعالى، وإنما أنا أدلكم على الإيمان وأدلكم على الخير، فمن آمن فلنفسه ومن عصى فعلى نفسه، وإنما أنا بشير ونذير ولا أعلم الغيب، لا تظنوا أني أعلم الغيب وأخبركم بما يكون، فإن علم الغيب مختص بالله كما قال الله في سورة النمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال ولا أقول لكم إني ملك، أي لا أقول لكم أيها الناس إني ملك، بل أنا بشر يصيبني ما يصيبكم ويعرض لي ما يعرض لكم، بيد أن الله عز وجل قد فضلني وشرفني وكرمني بهذه النبوة وعصمني من أن أضل في تبليغها. قال ولا أقول لكم إني ملك إن
أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي، فأنا متبع لما أوحي إلي. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون متبعا، لا يسمع الوحي ويستفيد منه ويعرف ما فيه من الحقائق والدلائل دون أن يكون متبعا. لا بد من الاتباع، الاتباع بالمعرفة والاعتقاد، والاتباع بالعمل والسلوك وحسن القصد، وإلا فلا يكون الإنسان متبعا. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال الله عز وجل مبينا الفرق بين الفريقين: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي من أبصر الحق وعمل به مع ذلك الذي تعامى عن الحق فلم يبصر تلك الدلائل ولم يعمل بشيء يدل على إبصاره إياها؟ ولا قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ أين عقولكم التي تفكرون بها فتفرقون بها بين الحق والباطل؟ ونحن نقول لكم أحبتي الكرام إن الحق والباطل شيئان ظاهران بينان لا يلتبس أمرهما على أحد. يعني انظر إلى التوحيد والشرك ظاهران، انظر إلى الحق والباطل ظاهران، انظر إلى الظلم والعدل، انظر إلى الصدق والكذب، وهلم جرى كل ذلك واضح بين. فلا يجوز لأحد أن يحتج بأنه ما بان له الحق أو أن الحق التبس عليه بالباطل. كيف يلتبس والحق بين أشد البيان والباطل بين أشد البيان؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال جل وعلا: وهديناه النجدين. فجعل الحق والباطل مثل الطريقين أو الرايتين المرتفعتين التي لا يخفى أمرهما ولا حقيقتهما على أحد. قال الله عز وجل: وأنذر به، يعني أنذر يا محمد به، أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر بهذا القرآن من يخاف الحشر إلى الله. لماذا؟ لأنه هو الذي ينتفع، فالذي يخاف من مقام الله ويخاف من حشره ويخاف من مقابلة ربه هو الذي إذا أنذرته بالقرآن قبل النذارة وعمل بالحق. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو هدى للناس جميعا، يهديهم ويدلهم، لكن ذكر المتقون لأنهم هم المنتفعون بهذه الآيات ومنتفعون بهذه الهدايات والكلمات والسور النازلة من رب البريات. قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي ليس لهم من غيره سبحانه وتعالى ولي يتولاهم ولا شفيع يشفع لهم، إنما الأمر كله بيد الله. فهؤلاء الذين يؤمنون بهذا تمام الإيمان هم الذين إذا أنذروا حذروا، وإذا ذكروا تذكروا، وإذا وعظوا اتعظوا. قال الله عز وجل: ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذرهم بهذا القرآن لعلهم يتقون، رجاء أن يتقوا، وهم بالفعل إذا نزل عليهم شيء من كتاب الله عز وجل وفي قلوبهم شيء من الخوف والخشية لله جل وعلا فإنهم لا بد أن يتعظوا ويعتبروا. ولذلك نحن نقول أساس قبول الموعظة وقبول الحق هو أن يبقى في القلب شيء من الخشية. فمتى خشي الإنسان من الله وخاف من ملاقاته ومقامه بين يدي الله فإنه لا بد أن يتعظ بالموعظة. ولذلك قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن ينتفع بالذكرى لأنه يعلم أنه سيلاقي الله عز وجل. قال الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يمكث ويبقى مع أهل الحق ولو كانوا فقراء،
قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جاء المشركون وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا الفقراء والعبيد هم الذين يجلسون إليه قالوا يا محمد أبعد هؤلاء الفقراء والسوقة والعبيد من مجلسك لنجلس إليك لأننا نحن لا نجلس مع مثل هؤلاء، نحن أكبر وأجل وأعظم من أن نكون مع هؤلاء الفقراء الأرذلين كما سماهم قوم نوح، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فالله عز وجل هنا نبه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم تنبيها واضحا لا لبس فيه ولا غموض، قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. المقياس الذي يجب أن يقاس به الأشخاص ليس هو ما يملكون من أعراض الدنيا وأغراضها، المقياس في قبولهم للحق وإقبالهم بقلوبهم عليه ودعائهم ربهم سبحانه وتعالى وتوحيدهم له. فمن أقبل بقلبه وجلس يريد أن ينتفع بك وبما معك من الآيات فإياك أن تطرده، لأن هذا هو القريب من الله وإن كان بعيدا من العباد. وهذه قضية يجب أن نعرفها يا عباد الله، وأخص بالذكر الدعاة إلى الله. يا أيها الداعية إياك أن تخرج من المجلس مجلس الدعوة والتذكير والوعظ أو التعليم أو تلاوة الآيات أو مجالس القرآن أبناء الفقراء أو الفقراء أو من تسميهم السوقة أو العمالة لأجل مجيء الأغنياء أو لأن الأغنياء يأنفون من الجلوس مع هؤلاء الفقراء. لا وألف لا، هذا العلم وهذا الخير وهذا الوحي يبذل لمن يقبله ولمن يأتي إليه ولمن يريده ويطلبه بغض النظر عن منزلته الدنيوية وعن تلك المقاييس الأرضية التي وضعها أهل الأرض لأنفسهم. إن هذه المقاييس ليس لها مقام عند الله وليس لها اعتبار في ميزان الله، لأن الله عز وجل قد أنزل المقياس، والمقياس الذي يحاسب به العباد أو تعرف به منازلهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعله حدثته نفسه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي أن يستجيب لهم رجاء أن ينتفع بذلك الدين، لأنهم إن أسلموا وآمنوا فإن ذلك لا شك سينتفع به الإسلام. فقال الله له إياك واحذر يا محمد أن تستجيب لهؤلاء الغافلين المفرطين المعرضين المستكبرين، لا تطرد أحدا ممن جاء فقيرا كان أو غنيا حرا كان أو عبدا ما دام قد جاء لأجل الله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة أي في أول النهار والعشي أي في آخره يريدون وجهه مخلصين له الدين، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، ليس عليك من أمرهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. هم جاءوا من أجل الله فإياك أن تفعل ذلك الذي يقوله هؤلاء، يعني لا تنظر إلى بواطنهم لأنك لست مسؤولا عن ذلك، إنما أنت مسؤول عن ظواهرهم. ما داموا جاءوا يطلبون الدين ويطلبون الوحي ويريدون العلم ويريدون الانتفاع فليس عليك شيء من بواطنهم، بواطنهم عند ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم، بأي حق وبأي حجة تطردهم؟ قال فتكون من الظالمين. قوله فتكون من الظالمين هو جواب للنهي، لا تطرد الذين يدعون فتكون من الظالمين. قال الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي جعلنا بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء، الفقراء يتبعون الأنبياء والأغنياء يستكبرون، ففتن هؤلاء بهؤلاء. الأغنياء يقولون سنجالسك يا محمد إن أخرجت هؤلاء الفقراء، والله عز وجل يقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا
يعني هم يصدقون بالحق، والله ينزل فضله على هؤلاء الفقراء الذين لم يتفضل عليهم الله بنعيم الدنيا ولا بمتاعها الزائل. نحن أولى بالهداية منهم لو كان الذي جئت به هداية، لأنه ما دام الرب سبحانه وتعالى قد أعطانا وحبانا بالأموال والبنين والمزارع وغير ذلك، فهو حري به أن يعطينا الهداية. وما دام ما أعطانا هذا الذي آمن به هؤلاء فإننا نحن على الحق، أو ما دام لم يعطي هؤلاء من الدنيا شيئا فإنهم لا يمكن أن يعطيهم الهداية. هذه مقاييس جاهلية وأفكار باطلة لا صلة لها بالحق ولا دليل عليها ولا برهان. ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الذي يعلم الشاكر ويهديه ويدله على الخير هو الله. ولذلك لا عبرة بهذه المقاييس التي تقولونها فيقولون من كان غنيا هو الحري بالهداية، ومن كان فقيرا فحري به ألا يكون مهديا وألا يكون على خير. قال الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذا جاءك هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله عز وجل فاحترمهم يا محمد وسلم عليهم وأكرمهم وبشرهم، فقل سلام عليكم، سلام عليكم، سلام ثابت دائم عليكم. وجاءت بصيغة الجملة الإسمية للدلالة على ثبوت هذا السلام والتسليم والسلامة من الله عليهم. قال: سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي فرضها على نفسه سبحانه وتعالى، فجعل رحمته سابقة على غضبه، وجعل رحمته لأهل الإيمان. قال: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين، وهي أنه جل وعلا وعدهم أن من آمن وعمل شيئا من السوء بجهالة، ليس المقصود بجهالة أي بجهل يعني لا يعلم أن ذلك ذنب، بل بجهالة أي عصى الله عن قصد، هذه هي الجهالة، لأن كل من عصى الله فهي جهالة كما قال ذلك جمع من السلف، لكنه لم يصر على ذلك، عصى الله وأذنب ثم تاب إلى الله وآب، فإن الله سبحانه وتعالى يبسط يده له، يبسط له يده بالتوبة فيقبل توبته. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا من فضل الله على من؟ على أهل الإيمان. فإذا عصى المؤمن ربه سبحانه وتعالى ثم آب إليه فإن الله يتوب عليه. أما الكافر فإنه إذا عصى ثم أراد أن يتوب فإن الله لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه ما آمن ولا أصلح. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات، أي مثل هذا التفصيل نفصل سائر الآيات ونبينها ونوضحها لك يا محمد ولمن يقرأ هذا الكتاب حتى تكون على بينة. قال: ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتظهر سبيل المجرمين وتتضح. وظهور سبيل المجرمين مطلب، ولذلك ينبغي على أهل العلم وأهل الدعوة أن يبينوا سبل المشركين وأن يبينوا المذاهب الضالة والفرق المنحرفة وأن يظهروا ذلك للناس حتى يستبين للناس الحق من الباطل. ولتستبين سبيل المجرمين، لابد أن نفضح المنافقين في طرائقهم وفي أعمالهم ومكايدهم وأقوالهم وجميع أفعالهم، لابد أن يكون لنا دور في ذلك حتى تستبين سبيل المجرمين كما بينها الله لنا في كتابه سبحانه وتعالى. أتدرون يا عباد الله أنه نزل في القرآن أكثر من 500 آية في فضح المنافقين وبيان صفاتهم ومكرهم برسول الله وبالمؤمنين؟ أكثر من 500 آية. لماذا؟ لتستبين سبيل المجرمين.
وبين الله فضائح اليهود والنصارى ومكرهم وكيدهم وحابيلهم ولاعيبهم من أجل أن تستبين سبيل المجرمين. ولذلك يجب على أهل الإيمان وأهل العلم وأهل الدعوة وطلاب العلم ومن ينتصبون لتعليم الناس وتفقيهم أن يبينوا لهم سبل الحق، سبيل الحق وسبل المجرمين. وفي قراءة ولتستبين سبيل المجرمين، تستبين أنت، تتبين أنت سبيل المجرمين، تعرفها وتتبينها. قال الله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. يعني قل يا محمد مظهرا وجاهرا بهذه الحقيقة البينة التي لا لبس فيها ولا غموض، إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أن أعبد هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله، فأنا لا يمكن أن أعبدها ولا يمكن أن أرضى بعبادتها. وهذا بخلاف ما يريد بعض الناس في هذا الزمان أن يروجه على المسلمين، أنه جميع الناس طيبين وجميع الناس الحمد لله سيدخلون الجنة، وأنه لا ينبغي لنا أن نكفر، ولا ينبغي لنا أن نحكم بالشرك على أحد، ولا ينبغي أن نقول كلمة تجرح مشاعر الآخرين. لا، يجب أن نصدع بالحق وأن نقول كلمة الحق وأن نوضح الأمور وأن نضع النقاط على الحروف وأن نبين أن ديننا ليس فيه كفر ولا شرك، وأننا نهينا أن نعبد غير الله، ونهينا أن نشرك مع الله غيره، ونهينا أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل لا أتبع أهواءكم، لأنهم كانوا يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعترف لآلهتهم بشيء من الحق في العبادة، أو أن يسكت عن آلهتهم ويقول دعوا هذه الآلهة. قل لا أتبع أهواءكم، لا أتبع أهواءكم التي تريد مني أن أسكت عن شيء من هذا الحق في أعظم الأمور وأجلها. قال الله عز وجل: قد ضللت إذن، يعني إن سكت أو اتبعت أهواءكم فيما طلبتموه مني فأنا إذن ضال. وحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما طلبوه أو يتبع أهواءه. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي، أما أنا فأنا قد اتضح لي الحق وأنا على بينة من الله سبحانه وتعالى، ولست متخبطا أو متخرصا أو باحثا عن دليل أستدل به أو بينة أستمسك بها، بل البينات كلها معي والحق كله بين يدي وقد وقر في قلبي، فالأمر واضح عندي. أما أنتم فأنتم تتخبطون في غيكم، تعمهون في ظلماتكم وضلال جهلكم، تتحيرون. قال الله: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، كذبتم بهذه البينة، ما عندي ما تستعجلون به. أنتم تطلبون العذاب الذي تقولون أين العذاب الذي تعدنا به ويستعجلونك بالعذاب، ما عندي هذا الأمر، هذا ليس عندي وأنا لست مسؤولا عنه. أنا مسؤول عن شيء واحد، أن أنذر وأبشر، أن أدعو وأبين. أما أن تؤمنوا أو تكذبوا، أن يحصل ما تريدون، أن تقترحوا آيات وتطلبون مني أن أجيبكم إليها، فهذا كله لا أستطيعه وليس من شأني ولا من حقي. قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. ما الحكم إلا لله؟ لأنه هو الذي يحكم، هو الذي ينزل ما يشاء، هو الذي يعجل بالعذاب على من يستحق العذاب، أما أنا فلا أفعل شيئا من ذلك. الحكم الشرعي لله، هو الذي يأمر وينهى ويشرع جل جلاله وتقدست أسماؤه. والحكم الكوني القدري أيضا لله، فلا أحد يقرر ويقدر ويأمر أمرا كونيا أو ينهى نهيا كونيا إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق أي يتلوه على عباده ويفصله لهم، يقول لهم الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، وهو خير الفاصلين، الذي يفصل بين الحق والباطل والضلال والهدى والظلم والعدل والإيمان والكفر. وفي قراءة: يقضي الحق،
أن يقضي بالحق ويهدي ويفصل به سبحانه وتعالى. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، يعني لو أن العذاب بيدي لأنزلته أو أحللته بكم منذ أن سألتموني لكي أبين لكم صدقي، ولكن أمر العذاب ليس بيدي، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الظالمين وينزل بهم عقوبته متى شاء ذلك سبحانه وتعالى. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيه من الآيات والعظات والعبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.